بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، انا مش شخص طامح ان قناتي تكبر، ولا شخص طامح ان انا اخد مكان نوعا ما جيد علشان خاطر انا بطبل موسيماني او بطبل لاي مدير فني. بالعكس تماما، انا فاتح القناه دي علشان خاطر اقول ان انا عايزه، وانا بعمل بس موسيماني زي هكتور كوبر تماما. انت مدير فني، اخرك معايا النتائج الجيده، اداء وجمل فنيه وتكتيكيه مش بتاعتك. انت مدير فني على قدك جدا، مدير فني قد تكون من اسوء المديرين الفنيين اللي مسكوا الاهلي اخر 10 سنين، بس النتائج بتساعدك. انا بعملك زي كوبر، لما نتائجك بتكون سيئه وقتها حاسبك. وحاسبك ايه؟ انا حساب على قد كده. احنا بنتكلم في مدير فني النادي الاهلي. مدير فني النادي الاهلي مفترض انك يكون عندك جانبين فيهم قوه، جانب تكتيكي ومهاري وجانب بدني، فريقك قادر يقف على حيله 90 دقيقه. انت بسم الله ما شاء الله جانبك التكتيكي والمهاري صفر، وجانبك البدني بسم الله ما شاء الله سالب واحد، اللي هو حرفيا انت مدير فني مش عارف ان انت يكون عندك شكل ثابت جوه الملعب. فمفترض ان انت يكون عندك اداء بدني يسند الشكل الفني المترهل ده، فتلاقي ان ادائك البدني سيء جدا وبتلعب 45 دقيقه بالعافيه، اللي هو لا الفرقه واقفه على رجليها بدنيا ولا الفرقه فنيا وتكتيكيا واقفه على رجليها. طب احنا بنقدم ايه جوه الملعب؟ مش بنقدم اي حاجه، بس النتائج بتكون جيده. فوقتها الناس بتطلع تتكلم على مدى عبقريه موسيماني في اداره الماتشات، لان احنا عارفين الكره في مصر بيتم تحليلها بالنتائج، ولما بتكسب يبقى انت مدير فني عظيم وانت مدير فني عظم. برغم انك بتكسب اجتهادات من لعيب زي محمد شريف، وبرغم انك تكسب بمستوى عالي جدا للعيب زي محمد مجدي قفشه، واحيانا مستوى حسين الشحات بيتطور على فترات، وطار محمد طار المباراه اللي فاتت جاب لك هدف من مفيش. انت كنت بسم الله ما شاء الله سيء جدا قدام الجونه، مفيش اي فرص خالص على مرمى الجونه، ومباراه وعدت والناس كلها طلعت قالت خلاص يا جماعه مباراه عدت على خير وما فيهاش اي حاجه، ونقعد نتكلم على اي حاجه خالص وما نجيبش سيره موسيماني. ان احنا برضه عارفين ان في ناس كتير بتخاف تتكلم على موسيماني علشان خاطر هتلاقي ناس كتير قوي دخلت شتمتك. الحمد لله احنا قناتنا هي مش كبيره، فبنقول اللي احنا عايزينه، واللي احنا عايزينه واضح وتماما. يا جماعه حاسبوا موسيماني على اللي هو بيعمله، نحاسب موسيماني على الاداء السيء اللي هو بيعمله، نحاسب موسيماني على الاصابات الكتير جدا اللي موجوده في الفرقه برعايه مدرب الاحمال بتاعه. نقعد نتكلم مع المدير الفني بتاعنا ولاعبتنا على سبب تراجعهم البدني وسبب تراجعهم الفني وسبب تراجعهم الذهني والحماس، لان ما ينفعش انا اكون النادي الاهلي ولاعبتي ما عندهاش ب2 جنيه حماس، اللي هو يا جماعه احنا كنا معروفين ان احنا فرقه الدقائق واللحظات الاخيره علشان خاطر لاعبتنا كانت رجاله وكانت بتحاول ان هي تكسب في اي وقت، انما انتوا بسم الله ما شاء الله عارفين ان احنا لو قعدنا نتفرج عليكم ماتشين تاني مش هنسجل. وده ليه؟ علشان عين موسيماني مشروبه من قبل اللعيبه، ودي حاجه باينه جدا لاي حد عنده ب2 جنيه خبره في عالم كره القدم. مديرك الفني واقف على الخط انت مش خايف منه ولا عندك رهبه منه، وعارف انك هتلعب في كل الاحوال، بدرجه ان انت مش فاهم النهارده ليه احمد رمضان بيكهام كان بيلعب ناحيه الشمال برغم تواجد محمود وحيد، واحمد رمضان بيكهام كان بيقدم مستوى ولا اسوا ناحيه اليمين، فانت تيجي تلعب بيه النهارده ناحيه الشمال محمود وحيد وفي الملعب وتغييراتك تكون كلها الجمهور كان طالبها بالصدفه البحته. وليد سليمان رجع ونزل مكان طار محمد طاهر، مع ان وليد سليمان معروف ان انت تديله ربع ساعه 25 دقيقه بالكتير، انما لا انا بديله من اول شوط عشان خاطر الناس طلبت بيه ماتش الجونه اللي فات. مروان محسن والده كان بيتكلم وكان بيشتكي، انزل يا مروان يا حبيبي. صلاح محسن، انزل يا صلاح انت لعيب كويس وقاعد هنا علشان خاطر جايبينك بصفقه تاريخيه وقاعد تتفرج على الاهلي. مفيش صلاح محسن بيضيع، ما يضيع، ما الراجل معروف ان هو مش عارف يثبت نفسه بقاله 3 سنين ومع ذلك مستمر في النادي. فانت بتتكلم فيه يا عزيزي، كل الموازين في النادي انت بتتكلم فيها عزيزي، كل حاجه في الاهلي هي نتيجه تراكمات سابقه، حاجات كتيره قوي المجلس رفض ان هو يعملها زي التعاقد مع لعيبه اطراف جيده، وبعنا الوهم في قضيه طاهر محمد طاهر، واتكلمنا كتير على كهربا وقلنا حاجات كتير. وهقول لك دايما وفي الاول وفي الاخر، كل اللي بيحصل في النادي الاهلي حاليا نتيجه تراكمات كتير جدا، تراكمات فنيه واداريه يحاسب عليها المدير الفني ويحاسب عليها مجلس الاداره واللعيبه اللي حرفيا بقوا اشباه لعيبه للنادي الاهلي. الموضوع بقى صعب جدا الفرجه على النادي الاهلي جوه الملعب، لدرجه انك حرفيا كان ممكن تراهن على خساره الاهلي النهارده قدام غزل المحله. هتقول لي الملعب ومش الملعب، اقول لك لا، كابتن خالد عيد معاه لعيبه رجاله، وكابتن خالد عيد موقفهم جوه الملعب، وكابتن خالد عيد عنده تارجت من بدايه المباراه، اي كره تجينا هنشوف، لان مستوى محمد الشناوي متراجع، واضح ان محمد الشناوي مهزوز وما عندوش ثقه في زمايله، فاي كره هتجينا نشوف. وفعلا الكلام بتاعه نجح، ونجح ان هو يسجل ورجع يلعب مباراه دفاعيه، وبرغم المباراه الدفاعيه دي كان قادر ان هو يسجل والاهلي ما كانش قادر يسجل علشان خاطر تقعد تضحك. مفترض ما تستغربش عشان قلت لك من بدري ان حوار الهويه مع بيسو موسيماني بدا يروح واحده 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 واحده، فخلاص احنا وصلنا لمرحله البيج زيرو، فبعدها الله اعلم.
من بدايه الموسم كنت بتكلم على موسمين ان الرهان بتاع الدوري معاه هيكون صعب جدا رغم ان الزمالك هيقع هو بيراميدز، بس رغم كده احنا هنكون سيئين علشان خاطر كان واضح من البدايه ان الموسماني ما عندوش اي حاجه غير ان هو كسب الزمالك في دوري ابطال افريقيا في الفاينل وكسب الزمالك في الدوري، علشان كده الموسماني هنفضل مبتلين بيه لحد ما يخسر من الزمالك، علشان كده وقتها هيتم الاطاحه بيه. عرفت يا صديقي الموسماني مستمر لحد دلوقتي ليه؟ وعرفت احنا ليه بنتكلم على الموسماني بطريقه سيئه؟ لان الراجل لا يستحق تدريب النادي الاهلي والاستمرار في تدريب النادي الاهلي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اشتم براحتك واللي انت عايزه، مش هيبقى اسوء من 90 دقيقة اللي انت اتفرجت عليها النهارده.